السلام عليكم ومسهم الله بالخير والرضا والسرور. اليوم نبي ننزل مقطع تحدي اللي يضحك الاول هو الخسران. طبعا انا ما اضحك على طول. هي على مقاطع مختارة فيها يعني شيء ضحك، فاللي يحاول انه يمسك ضحك ذا هو الفايز، لكن انا عارفه هذا على طول هو التحدي بيني وبينه. فاستمتعوا في المقطع، لا تنسون السبسكرايب واللايك، واذا امكن كومنت ما نقول لا. سي يو. مسوي مدرج. خلص عاد ترجع مكانك جوعان. إذا خلص قاعد يقول روح هذه الجلسة. تصير القهوة على الدين. تشغل جوجل عشان تشغل غوي. واحد واحد. كذا يكون خلصنا التحدي للأسبوع هذا إن شاء الله. استمتعوا بالتحدي. نعم استمتعوا وعطونا رأيكم، وعطونا إذا بالعكس إحنا حابين نطرح الفكرة هذه. إيه أراكم. فكرة جديدة يعني. إذا عندكم فكرة جديدة تبغانا نسويها بالعكس نتقبلها، وأرسلوها في الكومنت أو على سناب اللي أنا حاط سناب. فلا تنسون من السبسكرايب والكومنت واللايك. See you.